هنحط اول حاجه السكر مع الزبده، ده اساسي لازم السيكونس دوت يبقى ماشي كده. سكر بني. احنا هنستعمل النهارده سكر بني عشان يبقى مفيد ويبقى اخف من السكر العادي. دايما دايما نضرب السكر مع الزبده عادي عادي عادي. تحصل حاجات اكتر من كده بكتير يا ماما. لا احنا مش هنستعمله بقى خالص، احنا هنستعمل ايدينا. بصي عادي. فاحنا هنضربه بقى بالايد كده. اوكي اوكي عشان هو شوفي هم قلبهم حاسس، خلي بالك جابوا لك. ايوه محضرينه. برافو برافو فريق العمل. اوكي هنضربه كويس وهنحط عليه البيض، هنحط بيضايه وبعد كده نقلب شويه ونحط بيضايه تانية والفانيليا على طول على البيض عشان تبقى ريحتها حلوه. نقلب بقى كويس قوي قوي. طبعا المضرب الكهرباء كان هيبقى اسهل بكتير. معلش يا اختي. بس احنا ايه بقى مضطرين. لا في حاجات بتفرقع وحاجات بتتقطع وحاجات والله. معلش يعني على فكره انا ساعات كتير قوي في البيت بعملها بالمضرب ده عشان ببقى مكسله اغسله. عامة يعني كل الناس مش عندها اساسا المضرب. فيعني انا ما عنديش مضرب كهرباء. يعني هو اسهل بس طبعا ايه انا بحب ساعات اعملها كمان كده مش مشكله. هنقلب بقى كويس قوي. فوت اساعدك. طيب اعمل بقى شوكه بقى. اضربها لك انا قبل ما انت تعملي حاجه ثانيه. ولا ايه؟ هاتي 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 بقى بشوكه. هاتي هاتي كده. طيب كده شويه. هات كده يعمل. طيب الثانيه برضو اوضحها. ريحتها حلوه قوي. ايه ده؟ قمر ريحتها حلوه قوي على فكره. بتقول له الله. ميرسي يا رضوى والله تعبتك معايا. حياة قلب مامي. اقول لهم والله اقول لهم. طيب هاتي بقى عشان نحط عليها الدقيق. استني بس ما هي شويه هتتعمل. حطي حطي الدقيق. حطي بقى الدقيق. يلا الله انت عندك طبق تاني برضو هنضرب. الله ده احنا جايين بقى نضرب. عندنا ثلاث وصفات النهارده. عليهم بيكنج سودا، عليهم بيكنج باودر. يلا واديله ادي بقى اديله. بس ايه ده دي بقى. نضرب بقى التانية. نضربيها بقى اضربيها. ده انا هديها حته علقه دلوقتي. يلا هي نشفت كده ليه يا اختي؟ ما هي عايزه بقى تضرب كمان شويه. ماشي نضرب. يعني ممكن بقى نبتدي نقلبها بالسباتولا. انت انا هساعدك. استني دي بقت عجينه بقى. ما هي بقت باتر بقى بتاع الكيك. طب خلاص اخد انا دي. خلاص ماشي اوكي. طب قولي بقى الحاجات اللي انت حطيتيها هناك تاني عشان الناس مش فاهمين احنا عملنا ايه. طيب احنا كل مره بنعمل الكيك بنحط الاول البيض سوري بنحط السكر وبعدين الزبده وعليهم البيض وعليهم الفانيليا وبعد كده بننزل بالدقيق والبيكنج باودر. ايه بننزل؟ انتوا ايه حكايتكم كلكم؟ كل اللي بيجري في المطبخ هنا يقول لك بنزل. مش عارفه تقريبا ده كده. اتفضلي انزلي انزلي كملي. بس خلاص كده الباتر بقى جاهز. هو يبقى جامد شويه ما بيبقاش سايب عشان الزبده بتخليه ماسك. هناخده بقى ونحطه في الصينيه بتاعه الكب كيكس. ممكن بتاعه الايس كريم. فين الفاكهه ولا الجزر ولا الحاجات فين؟ دي البرتقال. ماشي نحط لها شويه عصير برتقال. حلو. ممكن ايه تاني غير عصير برتقال؟ بشر البرتقال. ايه البشر بتاع ايش البرتقال؟ لا لو انا مش حابه البرتقال نعملها بايه؟ طب ما احنا عاملين بالتفاح وعاملين بالجزر. حلو. فعندنا ثلاثه فليفرز يعني. ماشي ثلاث انواع. ايه ده ايه ده. بس هنحطها بقى هنا كده وهندخلها في الفرن على درجه حراره 180. دايما الكيك عايز 180. الوقت قد ايه؟ الوقت قد ايه؟ الكب كيكس ما بتاخدش كتير، بتاخد من 10 ل 15 دقيقه ونتابعها عشان ما تتحرقش لانها بتبقى حجم صغير جدا. وممكن على فكره نعملها في صينيه كبيره. اوكي. يعني كمان لو مش عايزين كب كيكس نفس المقادير بالظبط تخش في صينيه كبيره هتبقى حلوه قوي. اوكي. بس. تاني لاي حد ساكن في 6 اكتوبر علشان يلحق ياخد الكب كيكس، لو انتوا عايزين تاخدوا الكب كيكس احنا معانا كم كب كيكس بقى ممكن تعزموا العماره كلها. وطعمهم تحفه. يعني حلوين جدا. يا ولد التاني. هندوقهم دلوقتي. انا اساعدك ازاي؟ خلاص احنا دلوقتي بنعمل كيكه الجزر. حلو. حطينا برضو السكر والزبده وهنحط البيض. ماشي.
نفس الحاجات ولا حاجات غيرها؟ لا حاجات غيرها بقى. هنحط طيب. بيض وبعد كده هنحط عصير برتقال. ماشي. هنحط بشر برتقال. وبعد ما نضربه نعمل ايه؟ هنحط الدقيق. ماشي. وبعد الدقيق هنحط بقى ايه؟ الجزر. اوكي. دي كب كيكس بالجزر. اوكي. وبعدين نضربها. نضربها وبرضو نحطها في القالب بتاعها وخلاص. اللي بعده. هنخش بقى على اللي بعده. اللي بعده هتبقى التفاح. التفاح مختلفة شوية. سكر بني. في حاجة ناقصة. زبدة. الزبده ناقصه؟ لا يعني دي الزبده بس دي المفروض نسيحها على النار. طيب مش مهم. تتسيح طيب. على النار تتسيح وبعدين عشان تبقى طريه تتحط عليهم. اوكي. وعليهم القرفه. اوكي. والبيض. بس مفيش الدقيق. دي هناك اهو. لا ده باتر كريم. ده مش دقيق. لا ده سكر آيسينج. ايسينج شوجر برضو. خلاص. طيب. يعني الدقيق وخلاص كده. ماشي. ثم هتخش الفرن بس كده خلاص بالدقيق. بس دي مش موجود. نعتبر ان دي حطيناه. اوكي. وبعدين نحطها في الصينيه بتاعه الكب كيكس وخلاص. 180 لمده 10 دقائق. من 10 ل 15 دقيقه هتبقى استوت. معلش بقى من حضرتك التفاح والعين الجمل. عصير تفاح. ما هو دول الديكوريشن في الاخر. بس عين الجمل ده المفروض كان يروح هنا برضو. فهمتك. ماشي. طيب حضرتك بقى احنا معانا بعد مش كده؟ عندنا بقى الايسنج. هنعمله ازاي؟ لكل واحده ليها ايسنج. الايسنج اللي هو الكريم الابيض اللي بيتحط على الكافيك من فوق. ماشي. طيب احنا معانا بقى جزء عاملينه. والايسنج عملته يعني احنا عندنا جاهز وممكن نعمل تاني بس انا بقى بقول ايه نستعمل الجاهز احسن. ده كريمة جبنة عبارة عن سكر باودر وعليهم جبنة كريمة ومعاهم شوية فانيليا. اوكي. ده مفروض يتحط على الجزر. الجزر هي بعد ما طلعت من الفرن. بس تحط عليها كده. قبل ما نختم الفقرة اهو. اي حد ساكن في 6 اكتوبر او عايز ياخد الكب كيكس دي كلها دول ولا 20 واحد يعني اهو 36 36 واحد يعني ممكن يعني بص بقى في كل خلي بالكوا بقى هقول لكم حاجه ثانيه كمان اتفضلي حضرتك كملي انتوا الكاميرا مع الاستاذه وانا في الخلفيه يا جماعه كمان بقى في حاجه ثانيه بقى ان شاء الله في كل فقره طبيخ انا وسلمى قعدنا كده نفكر كده نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه طيب ما ممكن الناس بقى اللي ساكنين حوالينا او بيتفرجوا جاهزين او كذا ياكلوا ياخدوا الطبخه ياخدوا الاكله ياخدوا الكب كيكس يعني ايه يعملوا عزومه بقى وبارتي يعني حفله وكده وخلاص صحيح يا سلمى سلمى انطح حلوه الفكره دي عجبتني جدا يا ريتني كنت ساكنه في 6 اكتوبر اعدي كل يوم عليكم واخد الطبخه احنا خميس وجمعه وسبت شغالين يا فندم الساعه 6 حضرتك بس اعدي كده بس قدام المدينه كده مفيش دعوه خلاص اوكي اخر حاجه بقى التفاح بيتحط له كراميل صوص الكراميل صوص دوت انا عاملاه في البيت يعني بيتعمل في البيت مش لازم اشتريه جاهز الوصفه بتاعته سهله قوي عباره عن سكر اول ما السكر يتحرق احط عليه زبده دافيه والزبده يعني تبقى دافيه مش بتغلي لا تبقى دافيه وفي حله ويتقلب بسرعه بمضرب البيض وبعد كده لما يتقلب ويدوب مع بعضه اروح حاطه عليه ويبنج كريم وبعدين رشه ملح صغيره عشان يبقى كراميل مملح اوكي بس. ويتحط بقى فوق الكب كيكس اللي هي بتاعه التفاح اوكي طبعا انا مش هدوه بقى عشان لو في حد هياخد الكب كيكس ما بقاش انا اخدت كب كيكايه تبقى مشكله كتير اهو في كتير يا نونو انت نورتينا النهارده ميرسي يا رضوى وميرسي جدا على كم الكب كيكس اللي مش طبيعي ده يا ريت لو في فعلا حد فاضي ويقدر يعدي ياخدهم تبقى فكره لذيذه جدا النداية الاخيره قبل ما نختم هذه الفقره لكل ست او بنت ساكنه في 6 اكتوبر دلوقتي حالا احنا لسه عاملين 36 كب كيكايه فممكن حضرتك تيجي تاخديهم مننا دلوقتي